تقول: أكتب لكم هذه الرسالة مضمنة إياها مجموعة من الأسئلة أرجو الإجابة عليها. ذلك أن لدينا امرأة في الخمسين من عمرها توفي عنها زوجها وتقصدت ذكر العمر لتعلموا أنه ليس هناك أي شك في احتمال الحمل أو الإنجاب، وأيضا ليس هناك أدنى تفكير بزواج آخر من رجل آخر. المطلوب يرحمنا ويرحمكم الله هو ما المطلوب من هذه المرأة فيما يخص العدة، وما هي العدة؟ المتوفى عنها نعم. المعتدة المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم يكن فيها حمل، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما المتوفى عنها وفيها حمل فإن عدتها وضع الحمل، قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية عامة في المتوفى عنها وفي المطلقة، عدتها وضع الحمل. نعم.